رعاية رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، أقيم في المركز الثقافي الإسلامي احتفال بمناسبة أسبوع الوئام العالمي بين الأديان بحضور مسؤولين رسميين ورجال دين إسلاميين ومسيحيين. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. بمناسبة أسبوع الوئام العالمي بين الأديان، أقامت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية حفلاً رعاه رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي. حضره عدد من الوزراء والأعيان والنواب ورجال دين مسلمين ومسيحيين وسفراء معتمدين لدى الأردن وممثلين عن المؤسسات العسكرية والمدنية. وألقى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور وائل العربيات كلمة أكد فيها أننا اليوم بحاجة إلى خطاب المحبة يقوده أولو العزم من القادرين على حث الخطى والسير دون الالتفات إلى الذين يعيقون مسيرة الإصلاح ويرفضون كل إنجاز، مشيرا أنه لا بد في مدارسنا ومناهجنا أن يكون لنا موقف من خطاب الكراهية. وأنتم يا دولة الرئيس، يا من تقودون خطاب المحبة والوئام بالعدل والمحبة والإنصاف، نعاهدكم بإذن الله ونعاهد جلالة القائد أن يبقى أئمة المساجد وعلماء الهدى يقفون على المنابر مدافعين عن المحبة والوئام، وهذا هو دوركم يا علماء الأمة ورواد منابرها، هذا هو دوركم وميدانكم، والأمل معقود عليكم أن تنيروا بحقيقة الإسلام عقول أجيالنا الشابة، زينة حاضرنا وعدة مستقبلنا من الوقوع في براثن الجهل والتبعية، وتوجهوهم نحو الخلق القويم والعمل الراشد المستقيم. وأوضح الأب نبيل حداد مدير مركز التعايش الديني خلال الاحتفال الذي أقيم في عمان أن الوئام قيمة وصنعه وصية تأمر بها السماء، داعيا الجميع مسيحيين ومسلمين ولأجل الحفاظ على هذا الوئام الوقوف صفا واحدا خلف جلالة الملك عبد الله الثاني والقيادة الهاشمية الحكيمة. نلتقي في هذا المكان المبارك كما في كل عام، يجمعنا الإيمان والطاعة لله الواحد عند هذه الربوة الطيبة التي ورثت عن المدرسة الهاشمية اسماً ورسالة ودوراً عبدلياً هاشمياً. نحن في العبدلي احتفاءً بمبادرة عالمية خرجت من رحم عمان ورسالتها وفكر مليكها الأول بين ملوك الحكمة في الحكم ورائد الوئام والعمل والنماء والإنماء. حسن يا دولة الرئيس أن نكون هاهنا معا ومن حولنا مآذن المساجد تعانق أبراج الكنائس في مشهد أردني تختلط فيه دعوات حي على الفلاح مع ترانيم الكنائس وبخورها. كما اشتمل الحفل على عرض مسرحي تم تقديمه بالشراكة والتعاون ما بين وزارة الأوقاف ومديرية الأمن العام.